نشرة والأخبار من التلفزة الوطنية التونسية نستهلها بالعناوين. إدارة الحرس الوطني تقول إن تفكيك الخلايا الإرهابية يكاد يكون يومياً، والوحدة الديوانية تحبط أكبر عملية لتهريب السجائر المخلدة. تونس تتمكن من تعبئة 850 مليون يورو بعد خروجها على الأسواق المالية العالمية لتمويل حاجيات الميزانية للسنة الحالية. اتحاد الشغل والأعراف يستأنفان مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص، والمفروزون أمنيا يعلقون إضرابا عن الطعام بعد اتفاق مع الحكومة. منتصف الليل من تونس، أهلا بكم. قدمت وزارة الداخلية خلال النقطة الإعلامية الشهرية حصيلة الأعمال لمختلف الإدارات العامة التابعة لها خلال السنة الفارطة، وذلك في مجالات مكافحة الإرهاب والأمن العام والحماية المدنية. كشف المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد خليفة الشيباني أن عملية تفكيك الخلايا الإرهابية تكاد تكون يومية منذ بداية السنة الحالية، مضيفا أن سنة 16 و2000 شهدت أقل عمليات إرهابية. امبارح مثلا عندنا في المسير خلية فيها ثلاثة، ومازال البحث متواصل، معناتها تنجم تكون أكثر من هكاك. هامس ولامس عندنا في المنيل، عندنا في 2 مارس، عندنا في التضام، عندنا في جندوب، معناها العمل بتاع تفكيك الخلايا يكاد يكون يوميا. وبيّن الشيباني أن وحدات الحرس الوطني قامت بقرابة 50,000 مداهمة للعناصر السلفية المتطرفة خلال السنة الفارطة، وحجز كميات كبيرة من الأسلحة في إطار مجال مكافحة الإرهاب، وحجز ما يفوق قيمته 25 مليون دينار من المخدرات. القضايا اللي بشرتها وحدات الحرس الوطني كل 765 قضية، وقفنا فيهم 1069 عنصر، شدينا 177 قطعة سلاح بندقية اللي هما كلاشينكوف وفال وبيريتا وشتاير وام بي كا 177، وشدينا 12 مسدس، وشدينا 24092 اطلاقة اللي هما عيار 762، و 129 قذائف و 63 جرناد هذوما رمانات يدوية، و 156 صاعق هذايا اللي يستعمل في التفجير، حشوة الدفاعية هذيك 15، فتير الصاعق هذايا اللي هو الخيط هذاك نتاع الكبوب، هذايا ميم طاد اللي شديناه في بن قردان، سلاح جماعي مضاد للطائرات يسمى ميم طاد، لي بوات شارجور اللي شديناها من تاع الكلاش 662، والأحزمة الناس فشدينا ثلاثة. وبعد الإشارة إلى استرجاع قرابة 7,000 هكتار من أراضي الدولة المستولى عليها إبان الثورة، قدم المتحدث باسم الإدارة العامة للحماية المدنية حصيلة تدخلات هذه الإدارة في حوادث الاختناق بالغاز، والتي أسفرت عن وفاة 33 شخصا. تدخل في 319 عملية حوادث اختناق بالغاز، 319 عملية انتج عليها 663 مصاب، معناتها وهذه تتفرع كالتالي: الاختناق بالغاز عندنا دخلة حماية مدنية لإسعاف ونقل 529 مصاب، نتج عليهم أهلاك 33 شخص خلال سنة 2016. وبخصوص الاعتداءات على الأمنيين وممتلكاتهم الخاصة، أكد المتحدث باسم الإدارة العامة للأمن الوطني أن هذه الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة. في سنة 2015 241، بالنسبة ل 2016 من 241 نطلعوا ل 276، نشوفوا في الأرقام معناها ماشية وقاعدة تطلع. اليوم كما نعود نقول اعتداء لفظي واعتداء بدني الإطارات وأعوال الإدارة العامة للأمن الوطني. وتم التطرق خلال الندوة إلى أهم التدخلات في مجال النجدة والإنقاذ في اليومين الأخيرين بعدد من مناطق الشمال الغربي التي شهدت هطولا للأمطار وتساقطا للثلوج. وتمكنت الفرقة البحرية للديوان بإسفاق اسم الحزي 15 حاوية في متنها أكثر من 16,000 علبة كرتونية من السجائر الأجنبية المقلدة. تأتي هذه العملية النوعية في وقت ثمن فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد مجهودات الوحدات الديوانية في التصدي لظاهرة التهريب، داعيا إياها إلى مزيد اليقظة ومواصلة العمل سيما في مجال مقاومة التهريب وحماية الاقتصاد الوطني من كل المظاهر السلبية.
في عملية نوعية تمكنت الفرقة البحرية للديوان بصفاقس من حجز 15 حاوية تحوي أكثر من 16 ألف علبة كرتونية من السجائر الأجنبية المقلدة، كانت مخبأة على متن باخرة تجارية معدة للعبور إلى بلد مجاور. وقالت مصادر ديوانية أن البضاعة المحجوزة تصل قيمتها الجملية إلى 40 مليون دينار، فيما أكدت ذات المصادر أن التحاليل المخبرية أثبتت عدم صلاحية هذه السجائر. تفاصيل هذه العملية كانت محور اللقاء الذي جمع المدير العام للديوان برئيس الحكومة، الذي ثمن بدوره مجهودات الوحدات الديوانية في التصدي لظاهرة التهريب، داعيا إياهم إلى مزيد اليقظة ومواصلة العمل لمقاومة هذه الآفة. حث معناها أشكر المجهود هذا، وحث أعوان ديوانة على مواصلة المجهود في مقاومة التهريب وفي مقاومة كل الظواهر المخلة بالنظام العام الاقتصادي للبلاد التونسي. كما دعا رئيس الحكومة سلك الديوان إلى مزيد الحرص على استخلاص الأموال الراجعة بالنظر للدولة من خلال استراتيجية مستقبلية واضحة المعالم. أكد وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي أن تونس تمكنت من تعبئة 858 مليون أورو من المؤسسات المالية العالمية دون ضمان من أي دولة، وذلك لتعبئة الموارد المالية لميزانية الدولة لسنة 2017-2020. دعما لتعبئة الموارد المالية للدولة وفقا لما ينص عليه قانون المالية للسنة الحالية، تمكنت تونس في الساعات الأخيرة من حصولها على قرض دون ضمان من السوق المالية العالمية قدر ب 850 مليون أورو، أي ما يعادل 2.1 مليار دينار. منذ ساعات كللت عملية ترويج للقرض العالمي التونسي على الأسواق العالمية بالنجاح. العملية الترويج قامت بها السيدة وزيرة المالية وكذلك السيد محافظ البنك المركزي، قدرنا نرفع كدولة 850 مليون أورو على السوق العالمية، على السوق المالية العالمية. نسبة الفائدة 625.625. القرض هذا بدون أي ضمان من دولة، يعني هذا اللي نعتبروه أول مرة منذ سنوات تخرج تونس بدون ضمان لدولة أخرى. وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي قال أيضا أن هذه التمويلات التي ساهم في تعبئتها عدد من المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية الخاصة سيتم تسديدها على 7 سنوات. الناس اللي شاركوا في القرض هذا هما مؤسسات تأمين عالمية، مؤسسات توظيف كذلك عالمية، متواجدين في الولايات المتحدة الأمريكية، متواجدين في إنجلترا، المستثمرين كذلك من فرنسا، من ألمانيا وغيرهم من الجنسيات، بعض المستثمرين من العالم العربي ولكن أغلبيتهم كانوا من أوروبا ومن أمريكا. وقد قامت وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي بجولة ترويجية بأهم الأسواق المالية العالمية لتعبئة هذه التمويلات التي ستخصص لتمويل حاجيات الميزانية لسنة 2017-2020. صنفت الجمعة المفاوضات بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية لبحث مسألة الزيادة في أجور القطاع الخاص. على طاولة النقاش في جلسة المفاوضات بين المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف طرحت مجددا حزمة مقترحات وزارة الشؤون الاجتماعية بخصوص الترفيه في أجور القطاع الخاص بعنوان سنتي 2016-2017-2020 بجانبي المالي والترتيبي، والمقترحات الموصوفة بالوسطية تشمل زيادة في الأجور بنسبة 6% أو بنسبة 5% تكون مرفقة بالترفيه في منحة التنقل. ثم نوع من التقارب ما بين إن شاء الله بين الطرفين فيما يتعلق على الأقل بالأشياء الأساسية اللي هي الاتفاق على أن يكون هذا الاتفاق يعني مركزي، ما يكونش يعني قطاعي، يكون مركزي على الأقل في الفترة هذه على فترة امتداده وعلى بداية التطبيق. هذه كلها تقريبا فيها وفاق. بقية النسب أخذوا مهلة الطرفين من أجل التفكير. جلسة اليوم التي استغرقت قرابة 4 ساعات صنفت مثمرة على اعتبارها فسحت المجال للتفكير أكثر ما في حزمة مقترحات الوزارة أو مقترحات المعنيين بتفاوضي المنظمة الشغيلة ومنظمة الأعراف في انتظار عودتهما إلى قواعدهما للتشاور. إحدى الشغل عمل المقترح آخر هو نفس الزيادات، هذا معناتها يخلينا أنه نفصله مع الواقع البلاد، نفصله مع منطق، نفصله مع مؤشرات، نفصله مع أرقام. ما نجموش من سنة إلى أخرى نكونوا كيف نتعاملوا بجدية مع كل المقترحات، ما ثماش إشكال في هذا، معناتها بجدية سواء مقترحات سيد الوزير أو مقترحات اتحاد شغل، ولكن عندنا اليوم مقترح هو موقف
جدي بالنسبة لنا احنا، ويعبر على تمشي قواعد، معناتها ما نجموا نتحركوا منه الا برجوع القواعد. اكدنا لهم ان الطرف النقابي معناها متمسك معناها بزيادات تكون في حجم تضحياتهم، ولا يجب ان تقل معناها على زياده لوقت السنه الفارطه، معناها 6% مع 10 دنانير مع 3 دنانير في منحه النقل. ويأمل طرف التفاوض بلوغ اتفاق وشيك في جلسه جديده الاسبوع القادم وامضاء اتفاق اداري في الغرض. زار صباح الجمعة وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي المفروزين أمنيا المضربين على الطعام، وقد تم الاتفاق على تعليق الإضراب وتعهد الحكومة بحل هذا الملف في أقرب الأجل. علق المفروزون أمنيا إضرابهم عن الطعام الذي دام 48 يوما بعد أن زارهم وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي، ووعدهم بمحاولة التسريع في دراسة الملفات وتكوين لجنة مشتركة للتدقيق في كل الملفات حالة بحالة. بناء على تعهد من الحكومة لحل الملف المفروزين أمنين والانطلاق في انتدابهم، قررنا تعليق الأضراب عن الطعام اللي دام 48 يوم. نتوجه بتحية للمنظمات الوطنية اللي دعمت قضيتنا العادلة. وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي أكد أن الموضوع تعهد به شخصيا، وسيقوم في غضون الأسبوع المقبل بدراسة الملفات رفقة لجنة مشتركة، وحال الانتهاء من دراسة من تتوفر فيه الشروط سيتم الانتداب. القاعدة العامة هي أنه كل واحد ياخذ حقه من خلال لجنة تكون تركيبتها بينسير فيها أعضاء مجلس النواب كما صار قبل، فيها رئاسة الحكومة من خلال مستشارها، فيها الاتحاد الطلبة، في اتحاد المعطلين. المهم لجنة تكون ممثلة ما أمكن للناس، تنظر في الملف حالة بحالة، واللي عنده حق يأخذه. حال الانتهاء من هذا تبدأ عملية التعيين. تفاعل الحكومة مع ملف المفروزين حفزهم على تعليق الإضراب وقتيا، مع إمكانية الاحتجاج بطرق أخرى ما لم تفعل الحكومة وعودها حسب المفروزين أمنيا. في ملفاتنا الدولية، أعلنت السلطات الفرنسية الجمعة أنها اعتقلت 4 أشخاص بينهم فتاة في مدينة مونبلي جنوب فرنسا للاشتباه في تورطهم في التخطيط لتفجير انتحاري، وأوضح المصدر ذاته أنه تم ضبط مواد لصنع المتفجرات خلال عملية مداهمة شقة المشتبه بهم. رفض الرئيس السوري بشار الأسد إحداث مناطق آمنة في بلاده، في المقابل رحب بتواجد عسكري أمريكي في سوريا لمحاربة تنظيم الدولة الإرهابي بالتنسيق مع دمشق. يأتي ذلك فيما تواصل المعارضة اجتماعاتها بشأن وفد محادثات جنيف المرتقبة. في رد متأخر على مقترح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد رفضه إحداث مناطق آمنة للنازحين واللاجئين في سوريا. في المقابل رحب الأسد في حوار نشرته اليوم الخدمة الإخبارية لموقع ياهو، رحب بالتدخل العسكري الأمريكي في سوريا لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، مشترطا أن تتخذ واشنطن ما وصفه بالموقف السياسي الواضح بشأن سيادة سوريا ووحدتها. وهو ما اعتبره المراقبون رسالة من الأسد للإدارة الأمريكية الجديدة لتوضيح موقف واشنطن من مسألة بقائه على رأس النظام في سوريا، خصوصا أن واشنطن نشرت فعلا قوات خاصة في سوريا لدعم القوات الكردية السورية دون تعاون مع الجيش السوري، فضلا عن أن الولايات المتحدة تقود قوات التحالف الدولي في العراق وسوريا منذ عام 2014. وكان الأسد أثنى في وقت سابق على التدخل العسكري الروسي في بلاده، والذي أسهم في قلب موازين القوى لصالح قواته منذ بدء الصراع في سوريا قبل 6 أعوام. وفي تجاهل لموجة الغضب التي تجتاح الولايات المتحدة والعالم منذ إعلال قرار للرئيس الأمريكي ترامب يمنع مواطني 7 دول ذات أغلبية مسلمة بينها سوريا من دخول الولايات المتحدة، قال الأسد إن الأمر يتعلق بسيادة الولايات المتحدة وأنه مسؤول عن استعادة الاستقرار في سوريا ليعيد اللاجئين إلى بلادهم.
في سياق آخر، اتهم الرئيس السوري منظمة العفو الدولية بعدم الحياد والتسيس على خلفية نشرها تقريرا حول إعدام 13,000 سجين في سجن صدناي العسكري منذ عام 2011. واستند التقرير إلى عملية بحث ومقابلات على مدار عام كامل مع عدد من السجناء السابقين وأكثر من 50 حارسا ومسؤولين سابقين وقضاة وخبراء. في الأثناء تتواصل اجتماعات المعارضة السورية بين مدينة اسطنبول التركية والعاصمة السعودية الرياض لوضع موقف موحد وتشكيل الوفد التفاوضي في محادثات جنيف المرتقبة في 20 من الشهر الحالي برعاية الأمم المتحدة. في العراق، أعلنت مصادر طبية وأمنية مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين في هجومين انتحاريين هزا بغداد وأجزاء من مدينة الموصل استعادتها القوات العراقية في الآونة الأخيرة من تنظيم داعش الإرهابي. في الأثناء، أعلن تنظيم الذي لا يزال يسيطر على أجزاء من العراق مسؤوليته عن هذين الهجومين. أعلنت الحكومة الشرعية باليمن ذكرى انطلاق الثورة الشبابية الشعبية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 11 من شهر فبراير 2011 عيدا وطنيا للبلاد. وتأتي الذكرى السادسة لانطلاق الثورة مع إحكام القوات الحكومية اليمنية سيطرتها بالكامل على مدينة المخا جنوب غرب اليمن بعد أسابيع من المعارك مع الحوثيين مدعومة بالتحالف العربي الذي تقوده السعودية. ويتوقع أن تواصل القوات الحكومية تقدمها شمالا نحو مدينة الحديدة وسط تحذيرات نوامية من تدهور الوضع الإنساني بسبب المعارك وقصف قوات التحالف. انتهت النشرة مشاهدينا الكرام، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. إدارة الحرس الوطني تقول إن تفكيك الخلايا الإرهابية يكاد يكون يوميا، والوحدة الديوانية تحبط أكبر عملية لتهريب السجائر المقلدة. تونس تتمكن من تعبئة 850 مليون يورو بعد خروجها على الأسواق المالية العالمية لتمويل حاجيات الميزانية للسنة الحالية. اتحاد الشغل والأعراف يستأنفان مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص، والمفروزون أمنيا يعلقون إضرابا عن الطعام بعد اتفاق مع الحكومة. أشكر انتباهكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.